طيب نرجع بقى مره ثانيه لزميلنا العزيز محمد توفيق ونعرف معاه اهم الاخبار والمانشيتات الصحفيه. توفيق اهلا بيك مره ثانيه، معلش كان في عطل بس يعني الحمد لله رجعت لنا من جديد، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليكم ولكل مشاهدي ومتابعي 10 الصبح في الاهلي، كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب، يا رب يجعله شهر خير وسعاده على العالم اجمع مش بس مصر والعالم العربي. يعني انا معاكم النهارده عشان نشوف جوله لاهم واخر الاخبار من مقر جريده اليوم السابع، وقبل ما نبتدي جوله اخبارنا نبتدي باهم مباريات اليوم لكل مشاهدي ومحبي متابعه كره القدم. كان الدوري المصري فيه مباراتين النهارده، سيراميكا كليوباترا هيستضيف الانتاج الحربي في الخامسه مساء، المصري هيستضيف الجونه في السابعه مساء. وفي الدوري الانجليزي توتنهام هيستضيف مانشستر يونايتد في الساعه 5:30 مساء، وشيفيلد يونايتد هيستضيف ارسنال في الثامنه مساء. في يعني زي ما كنتوا بتتكلموا على ريال مدريد وبرشلونه، في ماتشات كتيره جدا مؤثره سواء في صراع البقاء او في صراع القمه في الدوري الاسباني. فياريال هيستضيف اوساسونا في الساعه 2 ظهرا، فالنسيا هيستضيف ريال سوسيداد 4:15 مساء، بلد الوليد وغرناطه 6:30 مساء. ومباراه طبعا اهم مباراه في صراع المقدمه واللقب الاسباني، ريال بيتيس هيستضيف اتلتيكو مدريد في 9:00 مساء. نروح بقى لاهم واخر الاخبار، واولى اخبارنا يمكن خبر مفرح جدا من جريده الشروق صفحه 7، مصر تتصدر تصنيف الفرق في بطوله العالم للسلاح، انجاز تاريخي بميداليتين في منافسات الفردي ومنتخب الشباب يودع منافسات الشيش. يمكن زي ما بنتكلم بقى في تفاصيل الخبر ان مصر نجحت في احتلال المركز الاول في التصنيف العالمي لسلاح الشيش للناشئين برصيد 267 نقطه، وده بعد فوز في ظل فوز المنتخب بالميداليه الذهبيه في منافسات الفرق ببطوله العالم اللي بتستضيفها مصر في حاليا من الفتره من 3 ل 11 ابريل الجاري. كان منتخب الشباب للسلاح حقق انجاز تاريخي هو الاول من نوعه بعد تتويجه ذهبيه في منافسات الفرق للسلاح في بطوله السلاح الشيش في بطوله العالم الشباب والناشئين واللي بتستضيفها مصر زي ما قلنا من 3 ل 11 ابريل، ودي الميداليه الاولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبيه الاولى ايضا لمصر في بطولات العالم للشباب. مثل منتخب مصر في البطوله دي لازم طبعا ياخدوا حقهم مازن العربي واياد معروف وادهم معتز وزياد نوفل. بيقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزه والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جنديه والمشرف على المنتخبات كابتن احمد نبيل. نروح لتاني اخبارنا ويمكن خبر من بوابه اخبار اليوم بمشاركه النني ارسنال في مهمه البحث عن 3 نقاط امام شيفيلد يونايتد. يواجه الفريق الاول لكره القدم بنادي ارسنال مساء اليوم اللي بيلعب في صفوفه اللاعب المصري الدولي طبعا محمد النني شيفيلد يونايتد في اطار مباراه الجوله 31 من عمر المسابقه، والمقرر ان المباراه تنطلق في 8 مساء اليوم بتوقيت القاهره. يمكن ارسنال بيحتل المركز 11 في ترتيب الدوري ب 42 نقطه من 30 مواجهه خاضها من قبل، فيما ياتي شيفيلد يونايتد في المركز العشرين الاخير برصيد 14 نقطه. يمكن كان لقاء الفريقين في الدور الاول يعني انتهى بفوز ارسنال بهدفين مقابل هدف، والنني ورفاقه يعني بيحلموا بتكرار سيناريو الدور الاول وتحقيق الفوز اللي هيساعد كتير قوي ان هم يخشوا في منطقه وصف نصف الجدول او على اخر البطوله ان شاء الله، ده اللي بيطمحوا له ان هم يلعبوا على احد المراكز المؤهله للعب في الدوري الاوروبي. كان الخبر بقى اللي ذكرته في مقدمتك يا كريم عن تريزيجيه من يلا كوره، تريزيجيه اصابته غير مطمئنه واسالكم الدعاء. يمكن علق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر واستون فيلا امبارح بعد اصابته في المباراه امام ليفربول في الاسبوع 31 من عمر المسابقه، وكتب على صفحته الرسميه على تويتر: بشكر الناس اللي سالت عليا عفوا ومش عارف ارد عليهم، الاصابه غير مطمئنه حتى الان، اسالكم الدعاء. يمكن تريزيجيه تعرض للاصابه زي ما قلنا في مباراه ليفربول امبارح وتم استبداله، يمكن في لقطه طيبه جدا طبعا معهود عن نجمنا المصري محمد صلاح قام بالاطمئنان على تريزيجيه اثناء الاصابه وحتى خروجه من الملعب. ويمكن الجدير بالذكر ان عدسات المباراه نفسها التقطت امبارح لقطه لتريزيجيه وهو بيبكي اثر الاستبدال. يمكن تريزيجيه نفسه قلقان من الاصابه، لكن نتمنى ان شاء الله انها تكون حاجه خفيفه وان شاء الله يكمل مسيرته. يمكن تريزيجيه المباراه الماضيه قدم اداء اكثر من رائع واحرز هدفين، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه ويعود ان شاء الله بخير ويكمل مسيرته سواء مع نادي او منتخب مصر. دي كانت اهم واخر واهم اخبارنا النهارده في جولتنا من داخل اليوم السابع، العوده ليكم وضيوفكم الكرام.